السلام عليكم مدرب السياقة بالغازي شعيب. علاش السيارة كتزحزح أو كتزعزع في السير، يعني فاش تكون صايق السيارة؟ كاينين ثلاثة الأسباب، ولكن أولا خصنا نستبعدو النظام الميكانيكي، بمعنى هذا النظام الميكانيكي ما عندوش دخل في تزعزع السيارة، يعني في الحالة الميكانيكية. في الحالة الميكانيكية إما تكون خلل في المحرك، يعني كيتخنق، إما نقص في الكهرباء ولا نقص في الوقود أو إشكال في علبة التروس، يعني الكيت. ما غاديش ندخل معكم في التفاصيل لأن أنا أصلا شرحت الميكانيك، دخلوا للقناة ديالي، دخلوا للبلاي ليست وغادي تعرفوا داكشي ديال الميكانيك. ولكن هاد ثلاثة الأسباب اللي تكون أنت عندك دخل فيهم كسائق. إذن أولا السبب الأول وهو في السرعة الدنيا، يعني برومي الدرجة الأولى، هنا هذه معروفة، شرحتها في الدرس 2:41 علاش السيارة كتزعزع، إما كتخطف رجليك وتتستأنف في البرومي وهنا تتزعزع، أو في التوقف فاش تضغط الفران وما تتكملش لومبرياج كذلك هنا غادي تزعزع. أنا هذه شرحتها، دخلوا ليها وغتفهموا، ولكن هنا غادي نتكلم على سببين اللي تيهموا اكثر. السبب الاول الثاني وهو السرعه البطيئه، يعني دوزيان. هنا الاشكال اللي تيوقع وهو انك كتسبق او تتعطل في تبديل الفيتاس او يعني رفع رجليك على اللومبرياج، بمعنى انك في الوقت القانوني اللي خصك ولا الوقت المناسب اللي خصك تضغط على لومبرياج او ترفع رجليك على لومبرياج تيكون هنا الروتار، يعني كتعطل او كتسبق، وهنا ما تيبقاش هذيك قوه الدفع والريتم ديال المحرك ما تيبقاش مستمر وتيتخنق. غادي نوري لكم تجربه عمليا. الاشكال الاول وهو فاش يلا كتتقلع الدرجه الاولى، يعني برومي كتحرك في الطريق، الخطأ اللي تتقوم به أو تتقومي بها السائقة هو مازال ما بدلتيش الريتم، يعني مباشرة كتبدلي الفيتاس، ما كسيريتيش باش تكون واحد قوة الدفع. هنا اش يوقع؟ إما السيارة فاش كتطلق لومبرياج كتزعزع كما تتشوفوا بحال هذا الشكل، تقدر تبان لكم تقدر ما تبانش، هانتوما تتسمعوا، وتتستأنف الطريق، أو فاش كدوز الفيتاس دوزيام وما تبدلش هذاك الريتم، يعني بقى الريتم ديال برومي، وكتطلق لومبرياج بهاد الطريقه هذه كما تتشوفوا، هنا اش تيوقع؟ هنا المحرك كيتخنق لان ما تكوناتش عنده ديك قوه الدفع ديال دوزيام، والسياره كما تتشوفوا كتسكت. اذا هذا هو الخطا ديال دوزيام. اذا في هذه الحاله في البرومي في الاقلاع فاش كتحرك كتكسيري، او الاشكال الثاني فاش كتحرك بدوزيام السياره كتزيد، ولكن مع تتحرك كيصادفك خطر متحرك او ثابت وانت دوزتي دوزيام وباقي ضاغط على لومبرياج كما تتشوفوا بحال دابا هذا الخطا، هنا تتخلع كتضغط على الفران، وفاش تضغط على الفران تنقص قوة الدفع، إذا السيارة غادي يوقع لها نفس المشكل، إما غادي تتحرك وهي تتزعزع كما تتشوفوا، أو مع تعطلتي في لومبرياج وداك الضغط اللي درتي على الفران تتسكت السيارة. إذا لا ميم شوز لا برومي لا دوزيام. إذا هذا هو الخطأ اللي تديرو هاد في البرومي في الإقلاع وتحركي خصك تكسيري، أو إلى خرج لك مثلا الخطر متحرك أو صادفتي خطر ثابت ونقص الريتم، اما نقص الريتم تعطلتي في لومبرياج او قصتي الفران او ما كسيريتيش مباشره، الحل اللي كنت قلت لكم في الدرس 77 اعاده البرمجه، مثلا فاش ما تيبقاش لي هذاك الريتم ديال دوزيام مباشره كدير اعاده البرمجه وكتستأنف السياره بلا ما تزعزع. اذا هذا هو الاشكال في ديال دوزيام. ثالثا السرعه المتوسطه، يعني تروازيام. هنا السبب اللي تيوقع وهو فاش كتبدل الفيتاس الى
التروازيام بعد ما تغطي على لومبرياج. هنا بدون قصد كتبقى ضاغط على الكسيراتور، وهنا في اللحظة فاش تبقى ضاغط على الكسيراتور تسمع واحد الصوت في المحرك، تيوقع لك الارتباك ما تتعرفش اش وقع. هنا بالارتباك تتخطف رجليك وهنا السيارة كتزعزع، وهذا هو السبب اللي تيخلي السائق مرتبك تيقولك علاش تزعزعت السيارة في التروازيام. في التروازيام فاش تقرر باش تبدل التروازيام وكتضغط على لومبرياج، الخطأ اللي تيقوم به السائق بدون قصد تيبقى مخلي رجلي على الاكسيراتور، هنا الصوت ديال المحرك تيرتفع فاش تيخطف رجلي على لومبرياج السيارة تتزعزع. وهنا علاش؟ لأن فاش يضغط على لومبرياج باش يبدل الفيتاس التروازيام والصوت ديال المحرك تسمع تعرفش باش تبلع، وبالخوف والارتباك تيطلق لومبرياج والسيارة تتزعزع. إذا هنا هذا هو الإشكال اللي تقولوا علاش السيارة تتزعزع في التروازيام، هذا هو الخطأ اللي تديرو. إذا الخلاصة في جميع الأحوال، مثلا كنتي جاي في التروازيام جاي بالتروازيام وصلتي شي طريق فيها مرتفع وكسيريتو ما بقاش عند داك يعني داك لو ريتم، قوة الدفع ما بقاتش، إذا في هذه الحالة اش خصني ندير؟ في هذه الحالة هذه مباشرة كنبدل دوزيام بدون تردد. في حالة كنتي جاي بدوزيام والمحرك فشل ما بقاش عنده داك لي ريتم ديال دوزيام، مباشرة بدل إعادة البرمجة الدرس 77 بدون تردد. إذا هذا هو الإشكال اللي تيوقع لكم في دوزيام وتروازيام، الحل هو كتنقص السرعة الأدنى، كتيب تروازيام كتنقص الدوزيام، كتيب دوزيام كتنقص إعادة البرمجة. واحد الرومارك بغيت نقولها لكم، واحد الملحوظة بغيت نقولها لكم، في جميع الأحوال سمعوني مزيان، أن هذا الإشكال هذا تيوقع في الفيتاسات ولكن بالخصوص في دوزيام وتروازيام، ولكن الصنف اللي تيوقع ليه هذا المشكل هو غالبا ليسانس، ليسانس اللي ما تتكونش عنده قوة الدفع أو يكون مازوت ولكن المحرك تيكون فاشل. هنا ليسانس أو المحرك تيكون فاشل تيوقع هذا الإشكال في دوزيام ولا تروازيام، ولكن إذا كانت السيارة كتمتع بواحد قوة دفع هائلة والوريتم ديالها يعني دائما مستمر ما تيوقعش هذا المشكل تماما. إذا هادو هما الأسباب الثلاثة ولكن اللي تكلمت عليهم بالخصوص، السبب الثاني والثالث اللي توقع فيهم هذا المشكل ديال يعني كتزعزع أو تتزحزح السيارة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.